أسئلة كتيرة بتوصلني، أشتري إيه؟ أجيب سيدان ولا هاتشباك ولا سيدان ولا SUV؟ أجيب ياباني ولا أوروبي ولا صيني؟ أشتري مستعمل ولا زيرو، فيات ولا تويوتا ولا مرسيدس؟ طب أوتوماتيك ولا مانيوال؟ كل دي أسئلة بتدور في دماغ اللي عايز يشتري. الموضوع بسيط جداً وبيفكرني بواحد أعرفه راح يشتري موبايل ايفون 11 ودفع فيه 16000 جنيه لاعلى فئه اللي هي ال 256 جيجا. الغريب ان الراجل ده لا عنده فيسبوك ولا بيلعب جيمز ولا اي برامج تانية ولا مدمن تصوير حتى، مجرد بيستخدم المحمول في الاتصال. الو، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان ممكن يعمل الكلام ده بموبايل ب 300 جنيه. مشكلتنا في مصر وفي الوطن العربي عموما اننا بنشتري اللي بيعجبنا مش اللي بيفيدنا، ودايما بنقارن نفسنا بالهبل اللي بنشوفه في المسلسلات والافلام، قصور وعربيات بملايين. عشان كده في ناس كتير جدا مش راضيه وعمرهم ما هيرضوا، لانهم دايما بيشوفوا ان ناقصهم حاجه ومش بيستمتعوا باللي عندهم ويحمدوا ربنا. اوقات كتير الامراض النفسيه بتلعب دورها ساعه الشراء، فتلاقي اللي بيشتري بيقول اشمعنى فلان معاه كذا، لازم اجيب احسن منه، ودي مشكله كبيره اخرتها وحشه. وتلاقي واحد راكب عربيه 4x4 8 سلندر وعمره ما طلع الجبل ولا الصحراء ولا يعرف يعني ايه سفاري، وكبيره بيمشي على الاسفلت من البيت للشغل، وطبعا بتكلف العربيه مش اقل من 10000 جنيه بنزين في الشهر وضريبه 40000 جنيه سنويا، وكل دي مصاريف ضايعه وطاقه مهدره وهم كبير. في ناس بالنسبه لها العربيه مش وظيفتها انها توصلهم، لكن ليها وظائف تانية مشروعه وغير مشروعه. دول مالناش دعوه بيهم، لان اغلبهم يا اما نصابين او تاجر بيستعرض او واحد شمال. الفيديو ده للي عايز يجيب عربيه بهدف انها توصله وترحمه من الزحمه والبهدله، واهم حاجه ما عندوش امراض نفسيه. نبدا على بركه الله. قبل ما تجيب عربيه وتدفع تحويشه العمر، لازم تفكر بموضوعيه عشان ما يحصلش اهدار للمال الخاص زي اهدار المال العام كده. نفكر مع بعض في كل الجوانب، لان شراء العربيه يعتبر استثمار، واكيد في يوم من الايام هتبقى عايز تبيعها وطبعا مش عايز تخسر. مره واحد سالني اشتري اوتوماتيك ولا مانيوال، قلت له معاك كام؟ قال لي معايا 20000. وطبعا في فرق ما بين 20 و20. اللي بيقول 20 هتلاقيه ساعة الشراء معاه 15، اما اللي بيقول 20 فساعة الشراء ممكن يكملهم لل 25. المهم سألته انت متجوز ومعاك ولاد والمسافة بين بيتك وبين شغلك وقرايبك قد ايه؟ الراجل خاف وزعل وقال لي هتفتح لي محضر، وقفل الكلام على كده الحمد لله. في اسئلة مهمة لازم تجاوب عليها علشان تعرف العربية المناسبة ليك هيكون شكلها وقدرة محركها ونقل الحركة بتاعها وحجمها ايه. مبدئيا لو انت شاب او بنت اعزب او متجوز بس لسه ما عندكش اولاد، مش لازم تجيب عربية كبيرة سيدان، وكفاية عربية هاتشباك صغيرة تأدي الغرض. لو انت شغال داخل المدينة والمسافة بين بيتك وبين شغلك وكل قرايبك في حدود 50 كيلومتر، مش هتحتاج عربية ساعة محركها كبيرة، وممكن تناسبك حاجة زي سوزوكي ماروتي او سوزوكي ألتو او هيونداي اي 10، العربيات الهاتشباك اللي شبه كده. افتح الخريطة وحط مكان شغلك وبيتك وقرايبك، وشوف الدايرة اللي مركزها بيتك نص قطرها كام كيلو، وساعتها هتعرف تحدد انت محتاج ايه. المنطقة اللي انت ساكن فيها زحمة ولا تبع المدن الجديدة او قارية والدنيا هادية، هتفرق الحكاية دي معاك في اختيار نائل الحركة. لو منطقة زحمة هتحتاج عربية اوتوماتيك واكيد هتبقى اغلى، ولو طريقك سالك كل يوم ومفيش زحمة ممكن تستغنى عن الفتيس اوتوماتيك وتجيب عربية مانيوال وسعرها هيكون ارخص. لو معاك مبلغ صغير تدفع مقدم وتجيب زيرو وتدخل في قروض وديون، ولا تجيب عربية مستعملة حالتها كويسة. الموضوع ده مهم جدا، لان محدش فينا ضامن وظيفته وهل هيكمل فيها ولا هيسيبها، والحكاية دي وضحت في فترة وباء الكورونا. ناس كتير سابوا شغلهم، واللي اتدمر فعلا هو اللي كان عايش بالقروض، قرض عربية وقرض شقة إلى آخره. يبقى الأفضل في كل الأحوال وعشان دوام الحال من المحال، نبعد عن البنوك والقروض، وعلى قد فلوسك هات عربيتك. عندك ركنة تحت البيت ولا جاهز تدفع من 200 ل 500 جنيه شهريا جراج؟ ده هيحدد تجيب مستعمل ولا زيرو، لانك لو هتجيب زيرو لازم هتحطها في جراج علشان ما تتبهدلش، وعشان طبعا فيها الطمع. اما لو جبت مستعمل هترميها في اي حتة والحياة هتبقى اسهل. البادجت او المبلغ اللي مجنبه لشراء العربية اللي معاك كام؟ ده هيحدد تجيب ايه.
ياباني ولا أوروبي ولا صيني. المهم لو مستعمل هات حالة محترمة واتعب شوية وانت بتشتري علشان تستريح. اتعامل مع كل اللي بيبيع على انه تاجر وان العربية فيها مصيبة مستخبية. ولو زيرو ما ترهقش نفسك بأقساط ولا تستلف عشان تجيب حاجة غالية. من الآخر كلها عربيات وبتقوم دورها. أهم حاجة الصيانة والسواقة العاقلة. عامل عربيتك كأنها فرد في الأسرة، حافظ عليها واهتم بيها. البنات والستات خليكم في العربيات الهاتشباك الأوتوماتيك الصغيرة علشان سواقتها أسهل وأبعادها قليلة ومحفوظة. الاس يو في اللي كل الناس عايزين يشتروها مش عربية خارقة 4x4 بموتور قوي ولا عائلية حتى. دي عربية 5 مقاعد عادية خالص، سقفها مرتفع شوية وقعدتها مريحة حبتين، مرتفعة عن الأرض بس بتغرز عادي جدا. وعشان حجمها الضخم ووزنها هتلاقيها بطيئة وتسارعها أقل من السيدان، وثباتها كمان هتلاقيه أقل، وأكيد استهلاكها للوقود هيبقى أعلى رغم أنها بتبقى 4 سلندر 1600 سي سي زي باقي السيدان، لأن مشكلتها في حجمها الضخم والإيروداينامكس أو اصطدامها بالهواء وشكلها الغير الانسيابي. ده بيتسبب في مقاومة عالية بتخلي الموتور يبذل جهد أكبر وبالتالي يحرق بنزين أكتر، وطبعا ثبات أقل وخصوصا في الملفات عشان ارتفاعها العالي عن الأرض. يعني من الآخر مش أملة إنك تستلف وتتداين عشان تجيبها. فكر بموضوعية، ما تبقاش عامل زي الراجل بتاع الايفون 11. هات اللي يناسبك في حدود اللي معاك، ما تبصش للي في ايد غيرك عشان ربنا يكرمك. في نهاية الفيديو اشكركم لحسن المتابعة واتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.